كنت شددنا في كل قفله حلقه، انا عايزه الحلقه، لا ده انا في كل مشهد ايوه انا مركزه وعايزه اعرف المشهد اللي بعده. طب التسلسل بتاع الحاله دي وصل ايه؟ طب احنا معانا دلوقتي تليفون اه من اعظم وارقى واهم فنانه في العالم العربي كله، استاذه بنتسند كده احنا على تاريخهم. طب غششيني كده مين يعني؟ يعني مهما غششك ومهما اقول للسنه الجايه كلام، معانا العظيمه ملامح مصر سميحه ايوب. الله يا استاذه. يا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ يا اهلا بحضرتك انت وحشاني قوي. وحضرتك يا حبيبتي. بس يعني اللي بيصبرني ان انا بشوفك على الشاشه واشوفك جميله يا حبيبتي واشوفك حلوه واتبسط جدا. ربنا يخلي حضرتك يا رب. قعدتك وصوتك وحشني يا حبيبتي. ربنا يخلي الله حضرتك. الله يخليك. انت صفحه من صفحات تاريخ مصر. الله يخليك يا حبيبتي. احنا بنتسند على اسمك يا حبيبتي، ونقول يا احنا حبيبتي بننتمي لوسط في العظيمه يخليك. زي ما بنقول في ام كلثوم في الغنى، في رائدات في العمل الاجتماعي. ما انتوا ولادي، انتوا ولادي كلكم، انتوا يا حبيبتي ولادي، انتوا حبايبي. لينا الشرف. الله يخليك. معانا بقى ابن من ولادك بس ابن صغنطوط كده، الاستاذ مصطفى شهيب، مؤلف. اهلا وسهلا. اهلا. ده على فكره راجل رائع ومؤلف رائع. الله الله. وبعدين يملك حاله الساسبنس. أيوة. يعني مش كل واحد يقدر يخليكي مشدودة للعمل وهيحصل ايه بعد كده، وتوقعاتك غير توقعاته، يعني بينشط الذاكرة. أيوة. رائع الحقيقة، الحقيقة رائع. ربنا يخلي حضرتك. انت كنت اهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي حضرتك سيدة المسرح العربي يعني كله؟ الله يخليك. لا انا كنت عايزه اهنيك فعلا، بس ما كنتش عارفه نمره تليفونك. الله ربنا يخليك. عايزه اهنيك بعد الحلقات ما توزعت. انا بس في 5 حلقات كنت، وكانوا جمال جدا واشتغلتهم بحب جدا وبمزاج، لانه يعني ما فيش زياده ولا نقصان ولا اي حاجه، منضبط تماما تماما تماما. ربنا يخلي حضرتك. ده هو هيكتب في تاريخه يا استاذه ان اول عمل درامي ليه سيادتك كنت موجوده فيه. ده اعلاء قيمه. الله يخليك. انا عايز اقول حاجه، ان رغم ان حضرتك كنت موجوده في 5 حلقات بس حضرتك انت فاكره انت كنت ترند حلقتين. في مشهد يعني اعدام حلقه ثانيه. ايوه في مشهد الحلم اللي حضرتك كنت بتحكيه، وفي مشهد ثاني اللي هو حلقه الاعدام. ده هز مشهد يعني، هز مصر. الاعدام يعني كان عليه حاجات كتير جدا جدا، ويعني الحقيقه اسلك صدري. الله يخلي حضرتك يا والله حبيبتي. والله. طيب استاذه سميحه، مش هينفع اقفل قبل ما اقول لحضرتك بنحلم نشوفك على المسرح، ارجوكي. يعني لما في حاجه تستحملني. يعني اللي معمول كله يعني ظريف وخفيف وكده، لكن انا بتاعت الاسلحه الثقيله. طب ما احنا عايزين مسرح عالمي. اذا لقيتنا يا حبيبتي، اذا لقيتنا يا رب يلائمني هشتغل. يا رب. اي حاجه ما تلاقينيش ما بشتغلهاش. صح يا فندم، صح. الله يخليك. انا بشكر حضرتك يا فندم جدا. وحشاني وحضرتك. والله يعني كان لازم اقوم اقف وانا بكلم حضرتك يعني. يا حبيبه والله يا استاذه، والله يا استاذه. شكرا يا فندم لحضرتك جدا. العفو. سلمي لي على الاستاذ مصطفى اللي معاك. الله يسلم حضرتك. شكرا لحضرتك جدا جدا. الف سلامه. الله يسلم حضرتك. سلامه يا فندم. ربنا يخلي حضرتك. دي مفاجاه تحفه. ده انا مفاجاه. انا متشكره ان انت موجود عشان نسمع صوت الهانم. مفاجاه حلوه قوي.